يا هلا والله مرحبا عدنا في حلقه جديده من بث The وندرينج فيلي اوكي 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 الحلقه الماضيه او البث الماضي اخر شيء سويناه سوينا, سوينا حقه الاكل هذه وسوينا الهورن بلاور او بلور هذه طبعا السلامه الظاهر تغير اتجاهاته الى الان ما ايوه وعندنا مفترق طرق هنا وقلت كمان وين نروح يمين ولا يسار او سيده ما حد علمني هنا في مكان نرتاح فيه واتوقع انه ما يحتاج راحه والله تدرون خلينا نروح نرتاح احسن نروح يمين وفي اشجار ما تهمني صراحه أه بس ودي اروح يمين يمكن عشان يرتاح فخلينا نقول له إيه نروح وين؟ ساوث ايست يعني جنوب شرقي الظاهر يب فبقول له من الحين يروح هنا في طريقه المفروض تتحكمون انتم فيه في الشات لكن ما ادري صراحه يقول لك طف آه الشيل الدكتور ما يحتاج حط دكتور في القريه خلينا نحط شيء هذه هنا المهم يقول لك طول السلامه وشو <applause> <applause> اومبو داز نوت تراست يور كوماندز ليه ان شاء الله توني موكل وجع انت يا من قايل عطوا عطوه اكل عطوه عطوا اكل يمكن يمكن يتمخطر علينا جالس خلينا نجرب نعطيه اكل نشوف والله ما ادري مطولين شكلها الزبده ما علينا ايوه اعطينا اكل ولا شو الصوت؟ المهم يقول لك شيل الطبيب من هنا لان حاليا ما عندك اي احد متسمم وفائده الطبيب فقط لما يكون عندك ناس متسممين فخنشي لو خنشي محاطين للأض... حاطين كم واحد يشتغل في الهيرب في الايربس هذه حقت الاعشاب الطبيه مين يشتغل هنا قاعد نايت بوت نايت بوت حطوا لك اسم <applause> نايت بوت عندنا في الشات حطوه اوكي اوكي ها آه، وين بتروح وين بتروح يا مقايل تسمع كلامي ولا لا مم. ما يسمع الكوماندز لسه بيروح مين راح مين ها آه. ها آه، غصب عنك يا مقايل غصب عنك لو انك سامع كلامي وخليته وضع حبي كان احسن الحين الحين بحرمك من الاكل ما انت اكل خلاص قلبنا عداوه مع التيس هنا خلينا نحط اثنين زياده شوفهم سحبوا على المشروم وهنا برضو خلينا نحط زياده بما ان صار عندي ناس فاضيه وش وضع الريسيرش وش قاعدين نشتغل على الريسيرش احنا ايوه خلصنا ريسيرش بالصدفه سبحان الله على على طريقها ما ادري وش كان اخر شيء سويناه بس عندنا هات هذا بيت يسكن ست اشخاص بدل اثنين يعني اكبر من البيوت العاديه وفي دنك كوليكتر وش هذا اوه دنك كولكتر هذا شيء يجمع براز انا ابغاه صراحه عشان نقدر نسوي فيرتلايزر البيوت لحقين عليها نقدر عندنا بيوت هذه وعندنا غرف اصلا شاغره ولسه ما عندنا زحمه ناس يعني بس خلينا نسوي حقه البراز حقتها نستفيد منها سكافنج بارتي ريتيرن جابوا لنا 12 خشبه بس والله من الفقر الحين اطلعهم مدري كم يوم عشان يجيبوا لي 12 خشبه بس اصفك انت وياه وروح روح هنا ماين روح المنجم اوه في هنا نوماند جروب اوف بيبل في ناس قاعده تدور سكن هنا قدام الله يحييهم الله يحييهم اوكي أه المكان يوسعهم كلهم ان شاء الله طيب المكان اللي احنا فيه الحين يحتوي على أوه. اومبو بويزن ليفل متسم اومبو يبغى انا اسوي دكتور الاومبو تعال تعال عطني البيلدينج خلينا نشوف اومبو وش اقدر اسوي له في عندي دكتور الاومبو عشان يا سلام هذا مسوينا ريسيرش احنا في نهايه البث الماضي سوينا ريسيرش طبيب اومبو عشان يعالج من السموم لو كان عنده سموم كويس نسويها من الحين أه لان شكله بادي عنده التسمم 1% فما ادري صراحه اومبو كيتشن مطبخ حق اومبو سويناه والفيدنج اللي يوكله سويناه والدكتور سويناه سكافنجر هات سويناه هذه ك... اوكي سوينا كل شيء تقريبا يا ولا مو تقريبا لا سوينا كل شيء حرفيا بس ودي ازيد سكافنجر هات ودي احط واحد ثاني امم وهل يفرق لو حطيته في مكان ومكان لا ما ادري بس خلينا نحطه مثلا نحط واحد هنا في المنطقه دي يعني مثلا يعني جنب جم جنب اومبو هنا فوق تعال بحط فيه سكافنجرز هنا يروحون في المستقبل لو بغيتهم يروحون ويستكشفون زياده صار عندي دفعتين استكشاف مو واحده طيب وين وصلنا احنا الحين وصلنا عند منطقه النوم حقته شوفون الاعشاب هذه اللي في الارض هنا راح ينام ما يحتاج اوكله اتوقع عمره زينه المطبخ حقه اذا ما خفضني اني مقفله هذا الكيتشن العادي يقول لك ما عندنا توت طب صدق ما عندنا توت ليه وحق التوت اللي هنا ما في الا ثلاثه يشتغلون فالظاهر ما قاعدين ينتجون لي توت طيب وش تقدر تسوي لي غير التوت عطني بيتس حساء البيتس عندنا مزرعه بيتس هنا كويسه فيها اربع موظفين ويا اشتغلوا اشتغلوا يسووا لي يلا يلا اوكي بدا يسوي لي بدا المطبخ يطبخ لي اكل بالبيتس بيت سوب حساء البيت اللي هو الظاهر ما ادري ايش اسمه والله موضوع الفلسفه زبده الله حيه الله حيه. الله حيه. يا عمري نوم العوافي يا قلبي نوم العوافي يا قلبي انت يا جعل ما ينام غيرك بعدي استغفر الله يا نوم العوافي نوم العوافي يا قلبي ايش صار على حاجه الدكتور لسه ما خلصت هذه ما حطت فيها موظف للحين تعال تعال جيبوا لنا موظف هنا موظف هنا عندي عندي نقص موظفين والله ايوه ايوه اصبروا هذا هذا الاستكشاف حقنا شوفوا ايش لقوا ساوندز فروم ديب بيلو اصوات من الاسفل يقول لك ان قبل ما ينزلون اصلا في المنجم واضح من الجدران ومن الاصوات ان في حادثه صارت حادثه سيئه فممكن يكون في ناس تحت عالقين فما ندري هل ننزل نستكشف ولا نتخبى ولا نرجع بس اوكي بقول نستنى سلامتنا اهم من سلامتهم صراحه يعني ممكن الحين على طول نروح بعد ما سمعنا الصراخ يعني هذا تو صارت ممكن نروح على طول لكن احنا بعد ندمج معهم فبقول لا استنوا يهدى الوضع يخلص تخلص الصخور من السقوط بعدين ادخلوا وسلامه مواطنيني احسن صراحه اوكي يقول لما دخلوا وسمعوا صوت شخير فقط طلع شكله في واحد نايم يروع زبده جابوا لي حديد الله يخليكم الله والله شكرا صراحه نبي البلانكس نسويها وود بلانكس الحجر ما احتاجه فخلنا نقص وزيد هنا في الود في الكاربنتر حق الخشب عشان نقدر نسوي حقه الدكتور وحط لي برايورتي عالي اي انا للحين ما قفلت ال... خلينا نسوي ديسيبل قفلنا حقه الفيلج هذه اوكي خلاص المهم العلمين اشوا او قربنا قربنا للناس يعني احنا نحتاج احتاج ناس مره كثير وفي قدامنا سحابه ما ادري ايش سالفتها الله يستر راح ينقص درجه الحراره وممكن ياثر على النباتات اوكي ان شاء الله الامور زينه معنا اكل كافي نومانز يو انكاونترد ا سمول جروب اوف نومانز فور نيو هوم اوكي يبحثون عن منزل جديد هل نضمهم لنا ولا لا طبعا دام ما في احد متسمم حتى لو واحد متسمم تعالوا تعالوا والله يحييكم ثلاثه ثلاثه هيلثي طيبين الحمد لله بيري جاذرر ودي احطها هنا شوفوا 89 لو حطها هنا 89 افكتفنس يو والله مره افكتفنس عالي بنوريا تكفون حط برايورتي عالي مره مره محتاجة هذه مره خايسه ما, ما ودي اكسرها ما عجبتني صراحه والله مره ما عجبتني شكلي لو فتحنا هذيك راح اقفل هذه هذه خايسه خايسه الله يكرم النعمه خايسه اوكي واقدر اغير الزراعه كاكتس كورن اي صح عطنا كاكتس انت ضار قلتولي لي كاكتس يحتاج كاكتس ما اقدر ازرع كاكتس ليش؟ يقول درجه الحراره ما تنفع اوكي إيه. طيب والكورن برضو ما ينفع خلنا على البيت اجل ما يتشرف علينا ذا سكافنجنج ديتيلز اوكي اي صح سكافنجنج بوست سووه لسه هذول ما ما سووه هذه الاشياء لسه لسه ما بنوها يلا 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 عجلوا علينا تكفون اوكي في منطقة صحراوية يا يعني نروح لها يا نروح سيدا هل احنا مستعدين المنطقة الصحراوية؟ اتوقع ما احنا مستعدين لسه ما سوينا مزرعة الصبار ولا؟ ايش رايكم؟ نروح لها نخاطر بالله تصويت يا عيال واحد نروح للصحراء ونموت <applause> اثنين نكمل سيده اثنين كلكم تبون نروح سيده <applause> يا حبيبي يا خوافين والله انكم قمطات اوكي طيب بقول لا نأمر نروح سيده آم... نو ساوث ايست نقول ان شاء الله يسمع الكلام اومبو اكسبت يور كوماند او حلو سمع كلامي نايس برضو صحراء قدام <applause> كل الثنتين صحراء بس على الاقل على الاقل اومبو يلقى مكان يرتاح فيه وينام اللي هو هنا في الاعشاب هذه الحمد لله على الاقل في 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 ميزه في الموضوع بس كل الحالتين رايحين صحراء غصب يا يعني. عيال ايوه خلصنا من الريسيرش وش كان الريسيرش سويناه تو حقت الدكتور الظاهر والله ناسي لا مو دكتور والله ما ادري اه سومل هذا راح يجمع لي خشب من ظهر اومبو من الشجيرات الكبيره طيب خلنا نسوينا حاليا الهوت الاكل الغذاء عندنا مره كويس الحمد لله يلا لك الحمد وعندنا برضو بيريز توت جميل جمال جميل جمال جميل جمال اتوقع بنحتاج الى طريق اه نقول من هنا لين المزرعه هذه يب سوي لي اياها طيب الموظفين يقول لك عندنا 26 اه شخص وعندنا 30 منزل حلو منازل الى الان عنده منازل كويسه الاكل كويس 52 52 الانتاجية عندنا 104 من 100 مرة انتاجية عالية الغير موظفين بس في واحد غير موظف اوكي 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 مو مشكلة اي صح اللي بنيت اخر شيء الظاهر اللي يجمع براز حق اومبو فيليج دكتور وينه؟ دون كولكتر يا سلام يا سلام هذا هذا نحط الظاهر ورا عند مؤخرته الورع <applause> <تسجيل> اوكي بحطها هنا يلا يلا سوري سؤال.. نحتاج ستون ما ادري وشو واجد في واحه وحركات وش السالفه يمكن يجيبون لنا مويه من الواحات حاليا المويه عندي مره المفروض كويسه ثلاثه بس خمسه ريزيرف <تسجيل> بس والله مويه مره قليل عندي ايش في والله عندنا نقص مويه والله <تسجيل> والله ضار عندنا نقص مويه يبي لي ضار اسوي مصدر مويه زياده تعال للمستقبل بنوا لي هذا بنوا لي هذا حق المويه ويل هذا ما قال حق المويه العادي المعتاد ايوه درجه حراره تغيرت وش اقدر ازرع؟ اقدر ازرع كاكتس الحين حلو اقدر ازرع الصبار حلو 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 اشتغلوا لي على الصبار يلا طيب خلينا نقص حق البيريز هنا نخليهم اثنين عشان نزيد عند المزارعين يصيرون كامل خمسه او اربعه خمسه اي فبحيث انهم يسووا لي بسرعه صبار 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 عشان يصير عندنا انتاجيه مويه عاليه وانا راسي هنا ناس وش جابوا لي؟ جابوا لي 49 مويه الا والله اني قايل. اوكي ساند ظاهر يو هنا ظاهر يجيبون لي ساند في الدون. يجيبون لي تراب حلو حلو مره احتاج تراب. يا ابوي انت شغلتونا بالريسيرشات ما احتاج شيء حاليا. يلا يلا اي شيء. الحين ما قاعد ابني هذا حتى. ابغى نسوي سكافنجر هات هذا ايش قلت انا؟ ابغى اسوي سكافنجر هات هذا عشان اصير ارسل جروبين. جميل يا عمري يا جميل ونايت بوت قاعد يشتغل معهم. وابراهيم يا عمري يا ابراهيم ومكاوي وزين يا قلبي عليكم والله يصح عليكم قاعدين يشتغلون يا عمري يزرعون عندي صبار يا عيال كل شيء شغال تمام حاط انا مباني كثيره للبناء بس ما حد قاعد يبني لي اياها والله نايس والله الامور زينه ريسيرش كون بلانتيشن. كورن بلانتيشن يبغونا نزرع كورن ذره وانا اسوي مزرعه ثانيه يعني والله ما اقدر حاليا ما اقدر هذا بنأجل الموضوع ايوه خلصوا لي البيري جاذرر هذا نبي نقفل اللي عندي هناك ايوه وش جاني دانسينج اندر ذا هوت سن الرقص تحت الشمس الحارقه او يقول كنا ننحاش من الحراره ورايحين مكان ظل هذا المين الكشافه حقين ارسلنا لهم عند الصحراء علمهم لقوا قبيله آه يرقصون يسوون طقوس حقتهم في الرقص الظاهر ما ادري طقوسهم العجيبه المهم هل نسالهم عن ماوى ما اقدر اعطيهم مويه بالمقابل او خليهم يرقصون معهم خلينا نقول ارقصوا معهم يلا ليتس جو ارقصوا معهم انبسطوا ايوه اعطونا ايش؟ يقول لك قبل ما انضم لهم جاء جاء مطر حلو فجتنا مويه نايس والله حلو جتنا مويه زين والله كانت نيتنا زين نبغى نرقص من صدورنا بس ما اعطانا رمل غريبه توقعت تعطينا رمل صراحه ايوه بنولي هذه امبو دكتور اوكي حاليا ما احتاج فيه احد لين 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 يمرض او يتسمم حاليا يتسمم 1% اتوقع ما يحتاج ولا يقولك لازم فول ستاف ما ينفع واحد حبيبي توكل رجعك تموت فاضي انا فول ستاف من وين لي نحتاج ناس هذه ما ادري هنا صراحه شيلوها لي ولا تدرون لا تشيلونها خلوها خلوها يمكن حقين البيرز يستفيدون منها ولا تدري شيل اشيل انا ابغى اغير حقين البيرز اصلا بنولي اياها حقين البيرز بنولي اياها حلوين تعال تعال قفل هذه وروحوا اشتغلوا هناك يلا اشتغلوا هناك يلا 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 عندي احد غير موظف لا كلهم موظفين فما يمديني اشيل احد ابغى اشيل الناس من الورك بوستر او ورك بوست هنا وركر بوست عشان خليهم يشتغلون يجمعون اللي ما ادري اي شيء الزبده يشتغلون في خشب كثيره ما تكسرت هذا ابي قفله دي كونستراكت خلاص كسروا لي راح يعطيني سبعه حجر وسبعه خشب هو كم كلفني 15 15 يعني نصف المواد تقريبا حلوين مزرعه بيري ولا احلى 89% اوكي سكافنج راحوا للقريه خلينا نشوف ايش شبي بيلقون فيها جروب اوف سيتلرز لوكينج نيو هوم يب يب تعالوا تعالوا معنا تعالوا احتاجكم ثلاثه كويسين واثنين جوعانين يا عيال خمسه جونا تعالوا اعطوهم اكل اعطوهم اكل اوه والله وناسه يا عيال اخيرا اخيرا بنسوي لهم جونا ناس يا عمري وش سموكم انتم؟ سموكم شيء جيرمان اوكي و... هيدفيج اوكي واضح انكم قليتوا يلي في البث صاروا عددكم اقل ولا كان سموا عليكم. <تصفيق> <تصفيق> اوكي اوكي مو مشكله. أمبو كيف الجوع معك؟ والله جايع ولا في مكان ياكل فيه فخلنا نعطيه اكل. فيد أمبو يلا بريبيرنج وعطى عطي. عطى عطى من انت؟ سلوى كل مكان عندنا اثنين سلوى الظاهر واحد سميناها احنا واحد سماه اللعبه سمته. جعله بالعافيه. يا دلال بالعافيه وش صار على فضلات اوبو هذه هذا المبنى حق قاعد ينبني الحين استنى يخلص شوفوا جايبين الخشب كلهم مين هذا دورا مايك وراد كليف ولا واحد منكم هنا للاسف قاعد يساعدنا زبد هذول قاعدين يجيبون أدوات الحين عشان نبني الدنك كولكتر اللي هو جامع البراز حقه المويه عندي وفره والله وفرة مويه طيب تدرون نحتاج مزرعه ثانيه يمكن ولا مزرعة ثانية ولا نجمع الخشاب هذه؟ هذه والله ودي اجمعها صراحة. اوه, أوه يقولك يقول لك اومبو ما يدري وين ياخذ اي طريق وبنفس الوقت تحسه جوعان تعال تعال اعطوه اكل. اعطوه اعطوه اكل. بعدين وين خليه يروح يا عيال؟ يمين ولا سيدة؟ سيدة ولا يمين؟ ما ادري. هنا في سيتلمنت ودي ارسل احد ارسلهم يروحون له. فايش رايكم انتم تروحون قدام ولا هنا ولا هنا؟ علموني علموني قاعدين نوكل يرجع بالعافية. والله شوف يلا قدام نورث. ندخل نتعمق في الصحراء مشينا انا ابغى ارسلهم هنا يروحون للستلمنت هذا يمكن يلقى ناس يجونا احتاج ناس انا خلاص ابي ناس سكافنجر هات كونستركتد بنولي اياه اوه وفي ستاف كامل حطولي، نايس عندي بس واحد عاطل حاليا اوكي اوكي نايس فاقدر ارسلهم على مكانين لو بغيت هنا وهنا مثلا حلو حلو صار عندنا الحين اثنين سكافنجنج او سكافنجرز والله نعسان خوينا لازم يرقد والله لازم يرقد اي والله واكثر شيء عندنا في الفتره ذي المويه ما شاء الله تبارك الله المزرعه ذي والله شغالين عليها شغل ما قصرت <applause> انتاجيه ولا اروع المويه ها أه أه أه. وشو اوه وصل وصل مكان نومه جعله بالعافيه يا قلبي انت راح ينام هذول لسه ما خلصو في هنا مستعمرتين روند سيتلمنت أه. ويعني يعني مكان كان بس بيت وكانت يعني قريه بس تكسرت وهنا سيتلمنت عادي وهنا شراين او جابوا لنا خبز معهم هلا والله زبدة ارسلهم هنا وهنا بعدين نروح للشراين باذن الله اللي وراهم يوب ظاهر لازم اسوي يوب لازم اسوي ستورج ثاني الزبده لقينا ناس شكلنا اصبر اصبروا خذوا ستورج ثاني اول هنا وعطنا واحد ثاني برضو ميتين جوع ميت جوع لا اسطرك في مطبخ هنا قاعد يشتغل 24 ساعه عشان وجهك يلا راح اشتغل يلا يا بري بري هذول شوفوا قاعدين يشتغلون هنا ما قصروا والله خلينا نحطهم ثلاثه بعد يب حطينا ثلاثه عشان يجمعون صح وسووا الطريق اخيرا ايوه الستلمنت اوكي نقول سوق حقت سليف تريدرز حق ناس يتاجرون بالعبيد للاسف والرئيس اللي خاطفهم او اللي شاريهم يعني يقول قاعد يرحب فينا عشان نسوي صفقه اوكي يقول لك يا اني اروح اللهم رسول الله اسوي يعني الهيه بشيء والباقيين يخطفون السليفز يجيبونهم عندنا يعني ايش نسرقه منهم او اني اتفعل عشان ما نسبب مشاكل او اني نمشي ونخليهم انا اتوقع اني راح اشتري منهم يب راح اشتري نعتق رقبه يعني لازم خلينا نشتري ندفع له 30 هيرب انا عندي 136 عندي مليان اصلا قاعد اسوي ستوريجات عشان الايربز عندي مليانه فا اوكي okay. كم جبنا؟ جبنا ثمانية <applause> والله يسوان والله ثمانية يا عيال مرة كثير يلا تحيهم يلا تحيهم يلا تحيهم يلا تحيهم يلا تحيهم يلا لهم بيت سووا بيت يلا 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 عطني عطني هوت هنا هنا يلا سولي لي هذول يلا يلا والله جبنا ناس مرة كثير وش هذا؟ كواري وكمبوست هيب شوفوا يعني اسوي كواري حقت الحجر او اني اسوي شيء يصنع لي السماد بصنع السماد صراحه احس اهم الحجر قاعد اجمع يعني قاعد اجمع كويس على العموم أه. وين السكان الجدد خلينا نشوفهم وين أنت يا وينكم فيه والله صح لقينا ناس مره كثير روح روح للشراين انتم اللي جيتوا يلا اوه في ناس قدامنا بعد شكلنا من بنغرق يعني بنغرق من العالم <applause> والله شكلها زحمه عالم بتصير تعال تعال عطني سومل هذه راح تجمع لي الاخشاب اللي هنا الظاهر يب خلينا نسويها هنا لازم تكون جنب شجره ما يحتاج ولا الظاهر ما يحتاج اوه لازم احطها جنب الاخشاب هذه اوكي تعال حط هنا حط هنا واحد بس حاليا خلينا نجربه اوكي هذول وصلوا 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 للبيوت القديمه يب هذا وصل شوفوا اللي تحت شو صار عليه بسرعه يلا في ناس شكلي صار عندي ناس كثير بزياده بصير اضطر اكرشهم اي والله ايوه, أيوة. جابوا لنا خبز حلو والله الله يسود وجيهكم يلا مو مشكله طبعا هنا يوم راحوا الشراين جابوا لنا نولج جابوا لنا علم ما ادري شويه صراحه بس اوكي وانا اتوقع خلاص ما احتاج مويه فودي اكنسل هذا واقول حول الى شيء ثاني كورن مثلا ذره حولوا على ذره ما احتاج مويه قربنا نطلع من المنطقه الصحراويه شوف الطريق اللي قدام هنا على اليمين كله زهري زهري معناته خلاص ما نحتاج مويه عندنا هذا يعطينا مويه ينتج لنا مويه حقات المويه العاديه بتصير تنتج خلاص طلعنا من المنطقه الصحراويه الحاره فمن الحين خلينا نغير المحصول نجيب ذره ليش لا ولا والله يستر علينا لا اتوهق كيف الاكل مع خوينا جوعان في اكل في طريقنا والله ما في اكل خلينا نعطيه اكل او لقينا ناس نجيبهم يا عيال تعال يا رجال تعال معنا تعال الله ما اقول لا والله العظيم كثر الشعب كثر عندنا كل كل يوم بعطوه اكل يستاهل طيب اتوقع لازم نسوي مصدر اكل اخر خصوصا انه يب لازم لازم نسوي مصدر اكل اخر لان كثروا الناس عندنا وانا عندي مصادر اكل كثير الحين لو ببني حقت حجة... وي تعال تعال حقت ال يسمونه توت لو حطه هنا كيف؟ 76 هنا مره حلو قبل كانت خايسه انك كنت حاطه يمين هنا كان في اشجار ما كسرتها مرض كسرتها فلو احط هنا حلو بيصير يجمعوا لي بيريز مره كثير خلينا نحط خلينا هنا نرجعها من جديد هنا قريبه من البيت الامور زينه كيف الامور يا عيال امورنا زينه انا بقول نتجه يمين صراحه عشان نطلع من المنطقه وفي مكان ينام فيه حلو وفي قدام برضه مكان هنا ابعد ما ادري خاف يحتاج ينام خاف من نعدي وقت نومه ولا يمدينا يمدينا صح نلحق على ذا المرقد ارسل ناس عند المنطقه السامه نشوف ايش يلقون نجرب نخاطر نستكشفونها خلينا نشوف نشوف ايش نلقى غير شو رانا اونجو واجز اتس تيل قاعد يحرك ذيله مبسوط يعني اوه اوكي سوى ككة ايش صار على اللي هنا يجمعون لي ككته ولا لا <applause> هذا المفروض انه قاعد يجمع لي اوه والله قاعد يجمع حلو بس الى الان الظاهر ما نستفيد منها لازم نخلص الريسيرش وما بقي شيء نخلصه باقي 10% نايس والله حلو ايش هذا؟ بايل اكستراكتر اخذ من البايل اخذ من المراره ليه؟ وش الفكره من هذه؟ اوكي صح انه بيقول بتنقص دمه وبتنقص ثقته فيك ليه ان شاء الله وش حاد وش فيها؟ للحين الى الحين ما احتاجها فخلنا نسوي للكواري وخلنا نسوي في شيء مهم لازم اسويه الحين اللي هو يطلعون السلامه مزرعه اخرى فارم احس اللي عندي ميتين جوع مع انه والله سوينا مزرعه هنا بس خلنا نسوي واحده ثانيه هنا ورا ولا ما ادري وين هنا هنا خلنا نسويها هنا تعالوا تعال يا العالم يلا يعني. اوكي وبالله اشتروا لي هذه كلها بسرعه باسرع وقت يلا كسروا لي المنطقه هذه عشان نقدر نزرع يلا يلا حطيت برايورتي عالي المفروض يشتغلون الحين كومبوست سوينا الريسيرش حق الكومبوست صح الحين نقدر نسوي السماد حقه بحطه هنا جنبه <applause> والله ما ادري يجمع من هنا ويصلح من هنا أزيان يب طار أزيان والله ما ادري تعال يا رجال خلنا نسوي هنا تعال يو انكاونتر encounter... أوه في ناس في طريقنا لقيناهم تعال اركبوا رك... معنا يلا اركبوا <applause> والله صرنا كثيرين الزبده انا كثرت الموظفين على الفاضي تعال وش يسوي لي هنا بيت آه... كاكتس كورن بيت اوكي البيت ظاهر قريبا راح نطلع من المنطقه الصحراويه وراح نقدر نزرعه اوه طلعنا اصلا اوكي الحين الظاهر راح نقدر نزرعه فخل الخيار هو يب بدوا وعلى طول ما بدانا يتكلم الحين صاروا يقدرون يزرعون بيت وحطيت عدد كثير من الموظفين هنا حلو حلو في ناس تسمموا لا بسرعه بسرعه نبي اطباء نبي دكتور دكتور يا دكتور جابونا لنا 13 مشروم لكن تسمموا اثنين منهم تسمموا هم اصلا اثنين راحوا تسمموا وجابوا مشروم الله يقلع ذا الراس يلا, يلا يلا يا دكتور عالجهم عالجهم والله ما تزرعون انتم والله ما تزرعون إنتوا يا او صح ما حطيت ما حطيت ارض <applause> يلا يلا ازرعوا كذا ها ايوه طابوا ولا لسه؟ ظهرنا مطابوا اي بيعد متسمم ولا خلاص ان شاء الله انه خلاص اوكي على العموم اعطوني نصيحه عن السميه وما السميه انه منطقه فيها اشياء سامه في الغالب زي هذه الاشجار في عاصفه هنا برضو الحمد لله ان منها والله ربي ستر آه هذول الناس قاعدين يبعدون قاعدين يمشون ما ادري وين رايحين شو هذا رايحين كذا وهذول رايحين كذا هذول جايين عندي بيجون هنا في المنتصف بعد ما يصحى اومبو وهذول رايحين يمين والله ما علي منكم الصدق آه حلو انتاجيه رفعناها الى 108 من جديد احنا نزلت الى 94 كانت 104 بعدين نزلت الى 100 الى 94 بعدين رفعناها زياده الى 108 انتاجيه ممتازه البيوت 48 من اصل 44 لو لسه ما بنينا هذول معناته البيوت كافيه برضو الحمد لله امورنا زينه أه فود فرايتي 7% عندنا سبع انواع اكل او مختلفه انواع الاكل خلينا نبني لهم مطبخ اخر كيتشن حطه هنا هذا الكيتشن سلامه راح نسوي فيه حساء اخر بحيث انه ياكلون اكثر من نوع اكل السماد كيف خلصوا من حقه السماد تعال تعال بالله فوكس على هذي نبغى برايورتي عالي الطريق ذا كلاب طلع ما يمشون الا بالبرايورتي تحط برايورتي يشتغلون ما تحط ما يشتغلون شوفوا حقهم يشتغلون ها توني حاط لا اله الا الله والله هذول ما لحقنا عليهم للاسف يوب كان المفروض الظاهر اني اعطي اومبو اوامر او نوع اكل ياخره شوي يبطئه اللي هو مثلا آه هذا تبطا الظاهر تخليه يجيه مساك الظاهر الله ادري هنا ران لي داون المفروض اني حطيت لي داون انه يقعد المفروض اني سويتها اقدر اخليه يقعد هنا مثلا لي داون ايوه اعطيته امر ايوه ينام والله ينام تدرون عطوه اكل برضو يستاهل شوف ما ينام بس انه يرتاح يقل النعاس عنده حلو كيف هنا الطريق؟ والله خلصوا لي الطريق على طول، ما مداني اقول الامر، والله صح والله يا كلاب من اول يعني كذا تبون، اوكي. تعال عطنا كومبوست، عطنا سماد هنا اذا توفر بس هنا نحط سماد، اوكي؟ وهذا المطبخ سووا لي اياه، ما عندي عندي موظفين حلو عندي موظفين. واحد راح يكون للبيريز وواحد راح يكون للبيت. سووا لي كذا وكذا عشان نغير انواع الاكل ما يطفشون ويصيرون سعيدين اكثر، هلا 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 قام ايوه اكل يا عمري جعله بالعافيه يا جعله بالع او في عاصفه لا هروب اركض بسرعه رن رن في عاصفه جاي رن ما قاعد يركض ليه شي اركب. هذا اسرع شيء تقدر عليه التيس اركض هذا اسرع شيء وبذا الراس اوكي عدينا العاصفه اشوى خلاص امشي امشي الحين امشي عادي لا تستعجل التيز وجع 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 وش وراه خرب ذا تيس انت وياه وراه انكسر ذا وراه ما صلحوه شوفوا في ريبير تول توني ادري انه في ريبير تول اشياء تحتاج تصليح وش دراني انا ما علمتوني من قبل صلح صلح كل شيء يلا يلا كل شيء يحتاج تصليح صلحوا ياه الظاهر ما يصلحون الا بعد ما يتكسر طالع عمرهم الكلاب هذا سعيد يا قلبي عند البيت البيت 2 من 2 والاكل 3 من 3 والتنوع الاكل برضه 2 من 2 مبسوطين الزعلانين اللي عندهم البيت اقل ولا نوع الاكل تنوع الاكل مختلف الحمد لله قاعد اسوي انواع مختلفه من الاكل يا سلام يا سلام اوكي هذا دي كونتامينيتر هذا لما يجينا تسمم في في اومبو فوق الاشجار المتسممه هذا يزيلهم لكنه يحتاج البايل حق اللي هو الصفاره او يسمونه المراره حقت اومبو اللي هي بالهذه بايل اكستراكتر على يعني اليسار يعني اول شيء لازم هذا بعدين العلمين اوكي <تضحك> صراحه ما يمكن حاليا ما اشوفها شيء مهم لكن في المستقبل راح نحتاجها فخلنا نسوي لها ريسيرش هذا برضه تكسر <تضحك> تست انت شكل <تضحك> العاصفه والله جاتنا يا عيال والله شكلها عدت علينا العاصفه اي والله شوفوا شوفوا جايلين الاكل يا عمري وودي كرت وودي يا عمري عليكم اوه ريح 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 لي داون لي داون تعال تعال في ناس هنا نبغى نقابلهم ريح ريح وقف وقف هد هد اعصابك هذا 52% بينزل قاعد يزود 53 نبي ينزل تكفون قاعد يزود 54 اوبا 55 والله قاعد يزود والله إيه ما, ما راح اهتريكم شكلي قم قم بس عليهم بس اسحب عليهم بس فاضي لكم انا عسانين صار على ذولي لسه ما وصلوا قسم بالله انهم يمشون على قشر بيض يا حي يا يرفعون الضغط ايوه ها قربوا قربوا وركبناهم والله لقطناهم يا عيال تعال 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 تعالوا تعالوا احتاج موظفين كم واحد بوسبون انا قلت لا لا الحين الحين بيك ذيم اب والله قابلناهم في الطريق اثنين بس فقر وفقر دخلنا منطقة جديدة يا عيال منطقة الخضراء بالله رن خلينا نشوف اي ابوي اعطوه اعطوه اكل اوكي الظاهر لازم يمشي او ينسدح تعب مرة والله تعب مرة رقد 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 ولا عليه مني اوكي تعجبني والله نوم العوافي نوم العوافي شوف هنا في مرقد قدام لك لونك صابر شوي سلوى سلوى يا عيال مريضة لا أه. أمبو قم قم حرك لا أسطرك قاعدين نمرض وأنت قاعد لي هنا عالجوها عالجوها وهنا الدكتور حق أمبو يحتاج شوف أمبو بدا بعد يصير متسمم 15% أووو يبينا نعالجه أوكي تعالجت سلوى أبشركم وبليك برضه تعالج هنا في واحد متسمم برضو من هذا فيل وهنا برضو واحد وعيال مكانه خايس اللي ينام فيه تعال تعال اعطونا هنا طبيب ايوه شغلنا طبيب اومبو المفروض انه يعالجونه ما ادري هو 16% الحين سميه لانه نام في مكان زفت مره ما تمشي انت قم قم يلا اصحيك انا والله صحيت يا عيال ايوه كيور هنا انتي دوت اعطوه انتي دوت يلا 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 اعطوه اعطوه علاج وين ايوه رموه رموه شوفوا له عند فمه منطاد يا ورا رجع هو هو راح وعطاه تستهبل شوفوا فلل يا عمري خلاص قفل انت جماني بيك تشتغل <applause> ايه ايه اركب انت يا يلا اثنين بويزن يا تيس تعال اشتغل يلا عالجوهم شو وضع الكواري لازم أسويه يا ما عندي وين احطه احطه عند هذه اوكي تعال 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 احتاج احتاج ناس يجمعوا لي حجر خلص الحجر اللي عندي والله فريش اير وما ادري وشو ونايس يا سلام يا سلام جعل نوم العوافي يا قلبي انت جعل نوم العوافي يا امبو نوم العوافي يا قلبي اوكي والله شوف الامور زين الحمد لله كل شيء تمام شغالين زين ماشيين بخطى ثابتة وبارتفاع ممتاز 105% مره حلو مرة مرة حلو الفود فرايتي هو الوحيد اللي ناقص ممكن نعو... نعدل لكن الكواليتي عالي حلو ممكن في البث القادم نعدل البيوت البيوت مو عجبتني ممكن نحط البيوت الجديدة ونشيل القديمة كاملة والفود الفود فرايتي تنوع الاكل شوف هذا صراحة مجبرين عليه نحتاج نسوي خبز بس ما ادري شلون صراحة لسه بدري عليه الظاهر المهم راح نوقف هنا ان شاء الله عندكم حلقة لازم في القناة وحطوا لايك تكفون اذا جاكم سلام <applause>